أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج امتداد ملكوت الله. حلقة النهاردة بتكلم عن صعوبات الامتداد، معوقات امتداد ملكوت الله. كل عمل ناجح له معارضين، كل عمل في هذه الحياة ينجح لا بد أن يكون له صعوبات ومعوقات. خدمتك وانت بتشتغل فيها مع الله لازم تقابل صعوبات، لازم تقابل معوقات، حاجات بتأثر فيك، حاجات داخلية وحاجات خارجية، حاجات نفسية جواك وحاجات بتقدر تتحكم فيها وحاجات مش قادر تتحكم فيها. صعوبات كتيرة جدا هنقول بعضها النهاردة في هذه الحلقة. لكن قبل ما نكمل كلامنا عن صعوبات الخدمة، خلينا ناخد المداخلة دي مع مدام كميلة، وهي زوجة راعي وتعرف كثيرا عن صعوبات الخدمة ودخلت في كتير من هذه الصعوبات. خلينا نسأل زوجة راعي كانت وما زالت في الخدمة عن صعوبات الخدمة. ألو مدام كميلة، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ تمام. احنا في برنامج اسمه امتداد ملكوت الله. البرنامج ده حلقة النهاردة بتكلم عن صعوبات اللي بيواجهها الخادم وأسرته في خدمة الله. عايزين تقولنا في دقيقة أو دقيقة ونص عن ايه المعوقات والصعوبات اللي واجهتكم في خدمتكم في هذا التوقيت. المعوقات هي انه واحد عايز يعمل حاجات كتير بس الوقت محدود، يعني احنا اشخاص محدودين في الوقت وفي المجهود. فواحد يشوف انه في امين محتاجين تعليم، في مرضى محتاجين زيارات، في ارامل وايتام محتاجين استيقاظ، في امور كتير، بينما شخص محدود في وقته وفي جهده، فيحس انه ممزق بين الاحتياجات المتزايدة، وانه حتى ما يكون الكلام الانجيل كلام نظري لا علاقة له بالواقع. يعني انا اقول للشخص انه الرب يحبك ومات لاجلك، وكراعي كزوجة راعي من غير التواجد، وهو الرب اسمه عمانوئيل، من الصعب يكون الكلمة تأثير او مفعول أو صدى أو مصداقية. فأهم الصعوبات أنه واحد إحساس بمحدوديته، إحساس محدودية الوقت والجهد والإمكانيات المادية والجسدية وكل الإمكانيات. شكرا مدام كميلة. عايزين نقول فعلا أنه هذه الصعوبات بتؤثر تأثير كبير جدا على خدمة الراعي وخدمة الشخص المسؤول في ملكوت الله. من ضمن الصعوبات دي او الحاجات اللي بتعطل الخدمة انه مرات ما يكونش في رؤية للاشخاص اللي بتخدم، فانت عدم وضوح الرؤية بيخليك مشوش، مش عارف تعمل ايه، عايز تعمل كل حاجة بس مش قادر لان عندك حاجات كتيرة وما عندكش رؤية. الحاجة التانية، مرات ابليس يكون سبب في هذا التعطيل، ودي الحرب اللي بتشن على كل الخدام اللي بينجحوا في خدمة الله. زي ما قلت في بداية الحلقة انه كلنا معرضين ان احنا تحصل لنا معوقات نفسية أو جسدية أو خارجية، وزي ما سمعنا في المداخلة مادية. كل هذه المعوقات بتقف قدام خدمتنا. أنا شخصيا أفتكر كويس جدا لما بدأت خدمتي في حياتي وكان زوجتي معايا، وأنا اضطرت النهاردة خليت أخد زوجة راعي علشان تقول لكم قد ايه معاناة زوجة الرعاة وزوجة الخدام اللي بيشتغلوا في هذا العمل. احنا واجهنا صعوبات كتيرة جدا، لكن أشهد أنها كانت وما زالت إنسانة قوية تحملت كل الصعوبات. ده فرق كتير في خدمتنا، خلانا نتشجع ونكبر وخدمتنا تزيد. عشان كده عايز أقول لكم أنه الصعوبات إما أن تكون سبب بركة للخادم أو أنها تكون سبب تحطيم لهذا الخادم. خدوا المثل ده وما تنسوهوش أبدا وأقوله لكم. لما تجيلك المشكلات ضعها تحت قدميك، حط كل الصعوبات تحت رجليك، فكل ما تزيد المشكلات كل ما انت بتكبر. لكن اذا دايما تحط الصعوبات والمشكلات فوق راسك كل ما هتزيد كل ما انت بتنحني، فتلاقي نفسك مكسور، تلاقي نفسك مش سعيد لانه عندك صعوبات كتيرة بس شايلها فوق راسك. اتكلمنا في حلقة من الحلقات فكركم بيها عن تأييد الله. انت مؤيد من الله بقوة، عشان كده مهما كانت الصعوبات مهما كانت الظروف احنا ممسوكين في يد هذا الإله صاحب الملكوت. خيرا عايز أقول لكم حاجة تانية، مرتنا نشغل عن خدمة الله ونقول دايما أن عندنا صعوبات وعندنا مشاكل وعندنا اضطرابات والحياة من حوالينا، الظروف المادية، محتاجين فلوس، محتاجين وقت ندي خدمة، كل ده كلام كويس.
لكن مرات تكون أنا سبب هذا التعطيل، أنا الشخص المعطل لخدمة الله. ودي حاجة ربنا بيزعل منها جدا، أن يكون الخادم الشخص المكرس لكلمة وعمل الله في هذا الملكوت هو سبب تعطيل هذه الخدمة. أنا بصلي ليا وليكم ولكل الخدام اللي بيخدموا في هذا الكرم، يا رب لا تجعلنا نكون سبب عثرة لأحد، ولا تجعلنا أن نكون سبب تعطيل لملكوتك، ولا تجعلنا أن نكون أناس خارج دائرة مشيئة هذا الإله. في هذه الحلقة بشجعكم، خطوا كل الصعوبات، ضعوها تحت أقدامكم، ستكبر الخدمة، هيمتد ملكوت الله، هنتبارك وهنشوف عمل عظيم. ربنا يبارككم. لو في عندك أي أسئلة راسلنا على الويب سايت ده وإحنا هنرد عليك. شكرا.